التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح، التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين طه، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وجدد وزير الخارجية التهنئة بمناسبة تولي الأمين العام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد في مواصلة مقاصد المنظمة وخدمة الأمة الإسلامية وشعوبها. وتم أيضا خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين دولة الكويت ومنظمة التعاون الإسلامي في إطار العمل الإسلامي المشترك، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية 17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في أفغانستان، والتي تنعقد أعمالها اليوم الأحد في جمهورية باكستان الإسلامية.